Bible Voice Broadcasting. Please stay tuned for contact information at the end of our broadcast. This is Bible Voice Broadcasting. واليوم سنقرأ معا حلول الروح القدس على الأمم من أعمال الرسل الأعداد الإصحاح العاشر والأعداد من 39 إلى الإصحاح 11 والعدد العاشر. معلقين إياه على خشبة، هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم. لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات، وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال بخير.